أميرة بنفسها أكدت لي تيتا هي ابنته فيرونيكا. أح يا إلهي، هذه المشكلة لا تنتهي أبداً. وجود فيرونيكا قرب تيتا خطير جداً. سمحت لها أن تستمر بتدريسها شرط أن لا تقول لها أبداً إنها أمها. أح تظن أنها ستنفذ وعدها؟ عليها بذلك. لويس فرناندو اسمع، تذكر أنه بالنسبة لأم فقدت ابنتها طوال سنوات، فإن وجدتها فكل ما تتمناها أن تناديها ابنتي، أن تضمها بين ذراعيها وتطلب منها السماح على الحماقة التي ارتكبتها عندما تركتها في ميتم للأطفال. اهدئي أرجوكي. أشك أن تتمكن فيرونيكا من تملك نفسها وهي تعرف أن تيتا ابنتها. بالتأكيد سترغب بمعانقتها وبتقبيلها. علينا أن نواجه الوضع وأن نأمل بالخير. اتفقنا حبيبتي؟ طيب حبيبي. حبيبتي طبعا سنذهب، لن أفوت هذا. هل أصبحت تمشين جيدا؟ كما في الأيام الغابرة. هذا جيد. اسمعي، لا تنسي أن الليلة أول أيام العيد، وقولي أرجوك لناندو أن لا يتغيب. طبعا لا. أراك ليلة أنطونيا. ما رأيك بني؟ لقد اتصلت عربتك تونيا لتخبرنا عن الاحتفال بالعيد الليلة. قلت لها لن نتغيب. آي أمي لا أقدر، أرجوك، أولا بسبب تيتا وثانيا بسبب جرحي هذا. لا بني، أنت تغيرت وتبدل طباعك. ما تعال على أصدقائك وكأنك لا تعرفهم لأن الله أنعم عليك. لا أمي، إن هذا ليس السبب. كيف أتعالى على الذين عرفتهم طوال حياتي ولكنني أتعذب كثيرا. ستنسى حزنك في الحفلة صدقني. اسمع بني، انسى أمر ابنة السيدة. افهم بني، هذا مستحيل والله يعلم لماذا. حبيبي مرت الأيام الثلاثة التي أعطيتها لماريا ابنة الحل لكن لم تعطينا المال، وما من أخبار عنها. ماذا تفكر أن تفعل حبيبي؟ اجلبي لي فورا ورقة وقلم، سأبعث برسالة. شخص تحبه أنت كثيرا معرض للخطر، ونبقيك على اطلاع. طلع. لنأخذها الآن. ومن سيأخذها؟ أنا أخذها. عليك أن تتنشط نانديتو. هذا ما تقوله لي أمي ولكن ليس سهلا سيدتي. امنحني فقط الوقت، بين تيتا وبينك كل شيء سيسوى، إنها تحبك كثيرا. هيا الليلة اذهب إلى الاحتفال في الحي واستمتع، وأنا سأهتم بإرسال بعض الأشياء لكما للحفلة، وأعدك أنني سأوفقكما إليها ولو لبعض الوقت. حقا سيدتي؟ حقا، لكن بشرط. يا أريد أن أرى وجهك الحزين. اضحك ناندو، أريدك سعيدا. أذهب إلى الشركة؟ نعم لقد تأخرت، أبي انطلق قبلي. وأنت هل هدأت أكثر؟ نوعا ما حبي. أرجوك ماريا لا تفكري أكثر بهذا، كوني واثقة أن فيرونيكا لن تقول شيئا لتيتا. لا تقلق علي، سأثق بها. هيا. هذه لك، وليست من ساعي البريد لأنه جاء باكرا ورحل. أستأذن لنرى. تبدو رسالة مجهولة. ما الأمر لويس فرناندو؟ ماذا بها؟ نعم إنها رسالة مجهولة تحتوي على تهديد أو ما شابه. خذي واقرأيها. إن شخصا قريبا تحبه معرض للموت. تيتا.
هذا ما خطر لي أيضا. يمكن أن تكوني أنت. لا لا حبيبي، لا تعر أهمية لورقة اللي تحمل توقيعا، مؤكد أحدهم يريد إزعاجنا. أتعلمين من أرسلها؟ تلك الحقيرة بينيلوبي وزوجها. بينيلوبي وزوجها؟ ألا تذكرين أنهما ابتزاني لكتمان سر تيتان؟ طبعا، كيف لا أذكر. ماذا يريدان؟ يعرفان جيدا أنهما بين يدي، وعند أول هفوة أرسلهما إلى السجن. لا حبيبي، الأفضل أن تنسى، لا داعي للخوف منهما. أتممت المهمة؟ طبعاً. تأكدت أنه العنوان الذي أعطيتك إياه صحيح؟ حبيبتي، تحسبينني غبياً؟ اصعدي. نعم، لكن إلى أين نذهب؟ لنحتفل، لأنني واثق أننا قريباً سنحصل على المال الكثير. يا إلهي، كم هذا رائع! أي من أين جلبت كل هذا فيراكروز؟ لقد أرسلته السيدة التي تحمي نانديتو كاريداد. أي يا إلهي، الحفلة ستكون رائعة. نعم، وناندو أخبرني عندما اتصلت به بالتليفون أن سيدة وعدته أن تأتي بعض الوقت معنا. ما رأيك؟ يا لها من امرأة وقحة، ويقولون أنا طويلة اللسان. إن كنت كذلك فلأنه يوجد هنا أشخاص وقحون جدا. لونا، قولي ما تشائين، فنظرا لحالتك نشعر بالأسى إن حطمنا رأسك بالعصا. تغني المجنونة، المجنونة، والجميع هو 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 ها يسخر لما يلمسها. فيليبيتا. نعم سيدة ماريا. أريدك اليوم أن تسرعي بتحضير العشاء أبكر من العادة. ستتعشون باكرا؟ لا فيليبا، لكن بما أن لوبي ذهبت إلى سالتيو، أريدك أن ترافقيني أنت إلى مكان علي أن أقصده الليلة. فقط فيليبا لبعض الوقت، لا أريد أن أذهب وحدي. موافقة؟ بالتأكيد، سأحضر ما أقدر عليه والباقي أتركه لتيلما وإربانو. شكرا. فيليبا، أشكرك من قلبي. شكرا لأنك جلبتني من المدرسة وأقليتني إلى هنا برناردو. هذا من دواعي سروري ماريا دو لوس أنجلوس، وإن كنت تريدين نكرر هذا كل يوم. لا لا تبالغ، بين الحين والآخر لا بأس. طيب. طاب يومك أنسة فيرونيكا. أهلا. إنها أستاذة اللغات برناردو. أنسة فيرونيكا، هذا صديق. تشرفت. وأنا أيضا. أنتظر في المكتبة تيتا. لا، نذهب معا. إلى اللقاء برناردو. إلى اللقاء تيتا. طب يومك بالإذن. مرحبا كارلوتا. طب يومك. مرحبا. من هو الشاب الذي عرفتني عليه؟ إنه صديق لي، جاء إلى حفلتي. لكنك لم تكلميني يوما عنه. برناردو جدي في علاقاتنا، حنون ومحترم. ثم أتعلمين أنسة فيرونيكا؟ هو مغرم بي. سألني إن كنت أريد أن أكون حبيبته، وأنا قلت إنني سأفكر، وعلى الأرجح قد أتزوج به أيضا. هل قرأ الرجل الرسالة يا ترى؟ أتصور ذلك، وماريا ابنة الحي أيضا. كوني متيقظة، وعندما ترينها تسألينها فورا. فلقيت الإنذار الأول؟ طبعا سأفعل ذلك. وإن لم تعرك أهمية، فإن الرسالة الثانية ستكون أقوى بكثير.